الحقيقة التكريم ديال السي محمد عهد بن سودة هي التفاتة قوية وجميلة جدا من طرف هذا المهرجان الشاب. والسي محمد عهد بن سودة شاب هو من الشباب المخرجين الشباب ويستحق هذا التكريم هذا. يعني أنا فرحت صراحة أنني سمعت بأنه الدورة الرابعة غادي يكون مكرم فيها السي محمد عهد بن سودة، فهو يستحق وهنيئا له بهذا التكريم. مؤسف أنه ما حضرش معنا، ولهذا الإدارة ديال المهرجان يعني ارتأت أنني بحكم ربما القرب ارتأت أنني نوب عليه في هذا التكريم هذا، وهذا جد سعيد وهذا يشرفني أولا أن أكون حاضرا بينكم وأن أكون نائبا عن السي محمد عهد بن سودة. أتمنى أن يكون حتى هو فرحان بهذا التكريم هذا وبهذا النيابه اللي نبت عليه تكون في المستوى اللي كان يتمناه هو.